أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. شوفات مسلسل كوميدي اجتماعي يعتمد على كوميديا الموقف المبنية على مواقف الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني، ويتناول مواضيع وشخصيات مختلفة بالاعتماد على بناء شخصية ذات ملامح وطباع مألوفة لدى المشاهد لأنها من الواقع البسيط. المسلسل سيعرض على قناة الفلسطينية في شهر رمضان المبارك، ويسعدنا الآن أن نستقبل معنا كاتب المسلسل إبراهيم المهنا وايضا مخرجة المسلسل تمارا ابو لبن. يسعد صباحكم. صباح الخير. اهلا وسهلا فيكم. اجيتوا من بيت لحم؟ من بيت لحم. كيف كانت الطريق؟ يعني طريق بكل معنى الكلمه. طريق بكل معنى الكلمه يعني اكيد حقيقه كان في يعني حواجز في كل مكان، انتشار الاسرائيليين في كل مكان، برجعوا كثير ناس، يعني منطقه الخليل ما واحد يعدي نهائيا منطقه الكونتينر. مظبوط. صعوبة كبيرة يعني عم بيحكوا انه يعني اللي سهل الامر انه احنا معنا هويات بيت لحم. يعني اهلا وسهلا فيكم، شكرا يعني لتحمل هاي المشقة، يعني احنا سعداء بوجودكم معنا. خلينا نحكي بداية ابراهيم، يعني تحكي لنا عن هذا العمل شوفات، يعني كتابة هذا العمل، انت كاتب المسلسل، احكي لنا الافكار اللي بتحمله يعني هذا العمل. نعم، اول شيء صباح الخير اليك ولكل اعزائنا المشاهدين وكل ابناء شعبنا، يعني دعيني يعني اغتنم هذه الفرصة وارفع ايات الاجلال والاكبار لاسران البواسل اللي بخوضوا حقيقة معركة شرسة جدا مع الاحتلال في سجون الاحتلال في بسلات العدو، واللي اثبتوا انه الكرامة الفلسطينية حقيقة لا تهان ابدا. فانا بوجه لهم من خلال هذا الموقع يعني اسمى ايات الاجلال والاكبار باسمي واسم طبعا مخرجتنا تمارا وكل طاقم العمل لشوفات. في الحقيقة يعني الكتابة أو المسلسل هو نتاج أفكار كانت بتراودني بشكل دائم، وكنت دائما أحلم أنه أنا أكتب عن البيئة اللي أنا بعيش فيها بشكل صادق بشكل حقيقي. تمارا في معرفة طبعا سابقة بينها وفي تعاون في مجال العمل المسرحي وفي مجال العمل الفني، كنا نتناول كثير من المواضيع والأشياء، كنا نحلم أنه نعمل إشي جميل وذات مضمون وذات مستوى راقي من الدراما والعمل المهني يعني. فكنا يعني طرحت عليها افكاري انا وقلت لها انك عندي مجموعه افكار فكر انه تكون كمسلسل او كحلقات. طبعا هي حبت جدا الفكره وبلشنا نفكر كيف ممكن نطور الموضوع، كيف ممكن نعمل. كتبت النصوص وبلشت اكتب النصوص. طبعا الكتابه بدي احكي لك، اول شيء انا بشرفني جدا اني اكون مخيم العروب، ابن مخيم، ابن المعاناه. تمارا بنت مخيم الدهيشه نفس الشيء، انا مش راح احكي عنها طبعا بس انا بحكي لك. احنا ابناء الناس المهمشين، ابناء الناس الفقراء، ابناء الناس اللي ما حدا بشوفهم. احنا عشنا هاي الاشياء بادق التفاصيل. فانا فكرت انه انا اكتب واكرس الضوء على هاي الاشياء، على هاي الشريحه من المجتمع اللي حقيقه معظم اللي بيصير حاليا هو بنعمل او بنكتب عن ناس وعن اشياء شيء واضح تحت الاضواء، ولكن هذه الناس هي ناس مهمشه. نعم. يعني تفضلي تمارا. بس اكمل على هاي النقطه انه الناس المهمشه مش معناه انه نضل نحكي بالحزن ونضل نحكي بالفلسطينيين. صح، مسلسل كوميدي اكيد، يعني مسلسل كوميدي بيسلط الضوء على قضايا مختلفة في المجتمع الفلسطيني، يمكن في بعض القضايا لأول مرة بتم طرحها في الشاشات الفلسطينية. طبعا احنا مش زمان الشاشات الفلسطينية بتقدم دراما، عادة بنسمع عن الفلسطينيين بس في الأخبار. صح، بس كأرقام. صحيح. وهي المفارقة، يعني هاي المفارقة قديش انه من واقع الحزن يعني عم نخلق شيء نضحك عليه، يعني انه زي ما بيقولوا شر البلية ما يضحك يعني. وهذا دائما كان على فكرة سمة للشعب المصري، يعني قديش بيكون في يعني هاي مآسي بس دائما بيكون يعني حاضر بالنكتة، يعني حتى عنا يعني وهذا صار عنا. صحيح، 100% كثير ناس تيجي من برا بيحكوا لنا انتم كفلسطينيين عايشين في هاي الظروف، بتضلوا تضحكوا يعني موجودة عنا بمجتمعنا. طيب خلينا عشان نتعرف على العمل نشوف البرومو للمسلسل مع المشاهدين. تفضلوا. من هنا يا روحي أفوت؟ يسعد الله. بدهم يغيروا المدير وراح يحطوا بابا محله. ترامي بابا عملت لك ايه؟ صرخ المطينة دين باندون. اتوكل على لو عرفوا قيمة الجرجير كان زرعوه تحت السرير. اهلا
اهلا وسهلا فيكم من جديد. يعني كمان خالد مصو كان مفروض يكون موجود معنا، للاسف يعني اعتذر لظروف خاصه، صحيح عنده ارتباطات والتزامات فهو اعتذر، احنا بنعتذر عنه. نعم اكيد. ابراهيم، يعني اذا بدنا نحكي، يعني انت ذكرت قديش مهم انه هذا الشيء او هذا العمل هو طالع من الواقع، يعني طالع من تفاصيل الحياه اليوميه، قديش مهم للكاتب انه بالفعل يستشف يعني او يستلهم يعني هذا الواقع المعاش وينقله على شكل صوره فنيه على الشاشه للناس. طبعا يعني من اهم الاشياء ان تكون انت ابن هاي البيئه اللي بدك تكتب عنها، مش حدا جنزل بالباراشوت على هاي المنطقه وبده يكتب عنها. اولا، ثانيا يجب يعني لازم انت تعمل تزاوج ما بين الواقع المعاش وما بين فكره الدراما، مفهوم الدراما اللي هي منطقه تسمى منطقه الحلم، يعني منطقه كيفيه انت صياغ اعاده صياغه هذا الواقع بطريقه دراميه. فالكاتب عاده عندما بده يكتب نص هو عمليا بيخلق، يعني الابداع هو عمليه خلق ولله المثل الاعلى طبعا، ولكن نقول هو عمليه خلق. انت بتخلق شخوص، بتخلق بيئه، بتخلق علاقات اجتماعيه، بتخلق حالات نفسيه، بتخلق ردات فعل عند هاي الشخوص وبتكتبها. هي شخصيات وعالم افتراضي انت بتعمله على ورق. فانت ضروري جدا انه انت ما تكون لسان حال لكل حدا في هاي الشخصيات، انت تعطيه فرصه انه هو، انت بتكتبه وبتعمل كل ملامحه وتعطيه فرصه انه هو يتصرف، هو صحيح. هو اللي يقوم بهذا الدور. صحيح. ما تعمل عنه. والناس كمان بحبوا يشوفوا حالهم، يعني بحبوا يشوفوا قصتهم يعني على الشاشه. يعني قديش هذا كمان بلامس واقعهم، هو عامل جذب يعني للمشاهد. بس كمان زي يعني ما بنعرف تمارا انه الرؤيه الاخراجيه بالنهايه هي يعني كمان جزء مهم وعامل اساسي في انه يكون النص قريب يعني احيانا كثير بيكون النص جيد لكن ما في هذا الشكل الفني، يعني هذا الشكل الاخراجي الفني اللي بالاخر يعني مطلوب هلا وهو منافس يعني في كل الفضائيات خصوصا برمضان. مزبوط، لانه مش كل عمل قوي على الورق يكون قوي صحيح. على الشاشه. يعني احنا حاولنا انه يكون الستايل هو واقعي، الدراما الواقعيه من واقع الناس، من حياتهم، حتى الاماكن كثير واقعيه. صورنا بالمخيمات، صورنا بالقرى، صورنا ببيوت ناس زينا يعني. فما كان في اي امر هو بعيد، يعني صممنا استوديو بشكل مختلف، لا كله كان من واقع الناس. الاضاءه طبعا كمان كانت طبيعيه، حاولنا انه بقدر المستطاع انه نصور خارجي لانه الناس كمان بتحب تشوف شارعها، بتحب تشوف حالها. كمان الإشي اللي كتير لفت نظري إنه في عنا طاقات شبابية هائلة، في ناس بتتخرج من الجامعات بدها تشتغل بهذا المجال بس ما في فرص. وإحنا يعني من هذا المكان بنشكر قناة الفلسطينية اللي أتاحت لنا هاي الفرصة إنه إحنا نشتغل، كمان نشغل كادر كبير جدا من الشباب. طبعا معانا مجموعة شبابية اسمها Power Production، بيعملوا معانا كل الأمور الفنية سواء التصوير سواء الإضاءة الصوت، طبعا بيقوموا بشغل هائل جدا. يعني سألني أحد الصحفيين إذا إحنا كعمل فلسطيني هل نضاهي الأعمال الأخرى عربيا؟ أنا أجبت نعم، لأنه عندنا كوادر شبابية ممتازة، عندنا كمان معدات، يعني فليش ما عندنا كمان قصص جميلة بالضبط، فليش ما نطلع. وعندنا كمان يعني كنا نحكي قبل يعني أو تحت الهواء إنه قديش مهم يكون في عندنا مخرج فلسطينية طبعاً. يعني هذا كمان إشي بيساعدنا يعني إنه يعني كمان المرأة تدخل في هذا المجال التقني اللي هو عادة بيكون أو يعني وكأنه حكر يعني على الرجال. بتسجل إلي كرجل طبعا. انا بدي احكي لك حتى بالدراما العربيه قليل في مخرجات صحيح. السنوات الاخيره يمكن في، بس هو عمل مش سهل بالمره. في احكي لنا عن تحديات، يعني تحديات اللي واجهت عمليه الاخراج يعني. بس انا قبل ما ابدا في التحديات بدي اشكر كمان زميلي ابراهيم انه امن فيا من البدايه. يعني احنا قررنا انه نمشي هاي الطريق او هاي الرحله زي ما بيحكوا مع بعض. طبعا التحديات والصعوبات الى ما لا نهايه. بس يعني منها اول شيء ساعات تصوير طويله جدا تصل الى 15-16 ساعه باليوم. انا مرأة متزوجة عندي بيبي، هذا مش سهل بالمرة، هذا تحدي بحد ذاته. طبعا بنتي يعني جوزي بيجيب لي بنتي على اللوكيشن كل شوي. كمان في تحديات كبيرة، يعني اسمعي مش كل الرجال بيآمنوا انه القائدة العمل تكون مرأة صحيح.
في يعني هي المايسترو يعني المخرج في اي عمل بالنهايه هو المايسترو والمسؤول عن كل تفصيله صغيره في العمل الفني. بس احكوا لي قديش صرتوا قاطعين في تصوير المسلسل كمان عشان هلا المفروض انه ينعرض برمضان؟ صح يعني احنا تقريبا صرنا قاطعين يعني 22 حلقه صرنا مصورين حاليا. طيب ممتاز. العمل ماشي على قدم وساق وان شاء الله من هلا بدايه رمضان راح يكون جاهز المسلسل. اللي بدي احكي انه قضيه ان في اشياء احيانا يعني ربنا سبحانه وتعالى بيسهل لك الامور بانه انت تجد الناس اللي بتعاونوا معك وبيفتحوا لك الطريق. يعني في زي ما حكيت تمر بالضبط احنا في عنا طاقم، احنا امنا في بعض، هي امنت بافكاري وبالسيناريو تبعي وانا امنت بقدراتها الاخراجيه ورؤيتها. وبالتالي كمان المجموعه الناس الموجودين معنا هم ناس كثير امنوا فينا واعطونا كل طاقتهم. في عنا باور برودكشن، في عنا مجموعه الممثلين، عندنا خالد شخص رائع جدا، يعني انسان مثابر موهبه صراحه يعني اهم شيء انه مهني، يعني ما بفكر انه يجي يعمل دوره وخلص روح. يعني انا كثير ناس بيسالوني سوري ابراهيم، كثير ناس بيسالوني بتتعبي مع خالد؟ يعني في ناس بتشوف الحلقات الاولى القريبين المقربين منها بيسالوني بتتعبي مع خالد؟ صراحه ما بتعب بالمره، دائما بيغني خالد يعني نشيط، يعني مثلا بتلاقي قاعد بقرا بكون احكي معه بقول معلش بس ركز في نص دوري شوي صغيره، تشعر انه قديش هو مهني مهتم بعكس الاخرين اللي بتصور من الدراما مجرد انه يجي يحكي اربع كلمات ويروح. عندنا مونيتير يعني شاب رائع جدا موهوب اللي اسمه مهند مهنا، كمان هو ماسك المونتاج حاليا وبيشتغل بشكل جميل جدا وبتعاون مع طبعا واشراف تماره، بيعطينا شيء جميل كثير وان شاء الله راح يعجب الكل. طيب انا سريعا بس عشان ضيق الوقت يعني بدي احكي عن تفاعل الناس، يعني انه كيف كان تفاعل الناس خلال يعني التصوير زي ما حكيتي، يعني كان في يمكن بيوت او اماكن لناس مقربين منكم، يعني مش كان بناء للاستوديوهات يعني، فاذا تحكونا سريعا عن هذا ردود الفعل. يعني تخيليش قديش الناس برحبوا فينا، قديش بترجونا وتليفونات تصوروا عندنا، تعالوا صوروا عندنا شباب كثير جدا يعني حابين يجوا يشتغلوا معنا، يجوا او حتى يجوا يقفوا معنا في اللوكيشن بس مجرد انه في اقبال. احنا عملنا صفحه للمسلسل على الفيسبوك، خلال اسبوع كان في حوالي 60,000 مشاهده للموضوع، في تغطيه اعلاميه جميله جدا للمسلسل، في كثير حدا كان عنده رده فعل كثير ثناء على العمل، يعني كل حدا شاف بعض الاشياء اثر على العمل. نعم سريعا بس يعني ابراهيم بتحس انه كمان هاي التجربه يعني هي خطوه على الطريق يعني باتجاه الدراما الفلسطينيه او هذه الصناعه يعني التلفزيونيه؟ احكي لك بصراحه زي ما حكيت بالضبط انت، الدراما هي صناعه، هي عباره عن انتاج. هلا احنا عمليا لا يوجد عندنا ادوات الانتاج الحقيقيه بشكل صحيح، احنا نستطيع نقول نستطيع ان ننطلق من الان في عمل انتاجي درامي، ولكن حاليا ما في عندنا دراما بكل معنى الكلمه، نحتاج الى المزيد من الدعم، المزيد من يعني حقيقه الرفض بكل امكانيات التطور والتقدم في هذا المجال. اكيد احنا متشوق. اتفضلي سريعا بس انتهى الوقت. سريعه انه هو كمان انتاج وصناعه، فليش ما يكون عندنا هاي الصناعه اللي كمان تغني كمان مش بس المشاهد الفلسطيني بيتمنى يشوفه. الاف الشباب كمان بتشتغل يعني انتم شوقتونا نحضر المسلسل، اكيد احنا بانتظاره راح يكون على شاشه الفلسطينيه، مشاهدينا كمان يعني تابعونا او تابعوا المسلسل في رمضان على شاشه الفلسطينيه. شكرا لوجودكم معنا ابراهيم مهنا كاتب العمل وايضا تمر ابو لبن المخرجه، شكرا لوجودكم. شكرا لك جزيلا، الله يعطيك الف عافيه. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل وبنرجع، خليكم معنا.